يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات لنوافيكم بآخر التفاصيل. ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم الثلاثاء منطقة البحر الميت، وتأثرت به دول فلسطين والأردن وإسرائيل. ووقع الزلزال على بعد 13 كيلومتر من نابلس في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط. وأعلن مرصد الزلازل الأردني مساء اليوم الثلاثاء تسجيل زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في شمال نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقال المرصد في بيانه إن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات ويبعد عن العاصمة عمان 67 كيلومتر، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شعور المواطنين في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس بهزة أرضية مساء اليوم. وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس بأن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومتر شمال مدينة نابلس في صدع الفارعة الكرمل وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات.